متابعي قناة الفرنس بريس، سالت اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 سلسلة دورات مجلس جهة الدار البيضاء بعد انتخابات 28 تنوير 2021. اليوم تمت المصادقة على ميزانية أكبر جهة في المغرب. المناسبة كانت فرصة لمجموعة من المنتخبين من أجل مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الجهة وعلى رأسها قضية قلة الماء، بحيث أنهم طالبوا الاهتمام بهذا المشكل هذا، لأنه هو الذي يحدد مستقبل ومصير الجهة في السنوات المقبلة. نعقد اليوم دورة استثنائية ثالثة لهذا المجلس، واللي الهدف منها هو تقديم مشروع ميزانية سنة 2022. هذا المشروع اللي جاء في واحد ظرف خاص، هو أولا حاول أنه يشكل واحد الاستمرارية للبرنامج التنموي الجهوي اللي كان غادي لحد الآن في انتظار خروج برنامج تنموي جديد. ثانيا أنه يكون إشارة أولا لتنفيذ ديال أهم التوجيهات ديال النموذج التنموي الجديد، ناخذوه بعين الاعتبار. ثانيا للبرنامج الحكومي اللي جاء كذلك ببعض الأولويات، وبالخصوص التعليمات الملكية السامية اللي جات في الخطاب الملكي السامي الأخير، ثم بعض الأمور اللي المجلس تدارسها. وهنا غادي نوقف على أهم نقاط هذه الميزانية. هي ميزانية أولا تعطي تقريبا 90% من الإمكانية ديالها للاستثمار داخل الجهة. هذه الاستثمارات فيها واحد الحصة مهمة اللي غادية التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، ومنها مشاريع اللي غادة تنطلق في أقرب وقت باش تكون واحد دورة اقتصادية وخلق فرص الشغل بسرعة، ولو فرص الشغل نسميوها قصيرة المدى. ثانيا كاين واحد الاهتمام مهم بالقطاعات الاجتماعية، وأخص بالذكر القطاع الرياضي والقطاع ديال التعليم وقطاع الصحة، تكملة لما جات به البرامج الحكومية في هذا الشأن. ثالثا كاين هناك واحد المجهود خاص بالنسبة للبنية التحتية، وخاصة ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي والتنمية ديالو بأنشطة خاصة به، من سياحة وصناعة تقليدية وفلاحة، وحتى في بعض الأحيان واحد تثمين ديال المنتوج المحلي. دونك هادو أمور اللي دخلت في هذا اللي خديناها بعين الاعتبار في هاد أول ميزانية، وحنا عارفين بأن هذه الميزانية ديال نوفمبر كتكون هي تقريبا واحد استشراف لميزانية مارس، اللي هي فاش كنعرفوا الإمكانيات النهائية ديال الجهة. اليوم نقدر نقول لكم على أن عندنا رصدنا تقريبا 2 مليار ديال الدرهم للاستثمار داخل الجهة، وهذا الرقم هو غادي يعرف أظن في شهر مارس غادي يقدر يعرف ارتفاع، وهذه كذلك يعرف تحويل في التوجيهات ديالها، لأن أمامنا 3 شهور إن شاء الله غادي يكون عندنا فيها واحد تدقيق العدد ديال المشاريع، ولكن دائما في نفس الاتجاه اللي هو أولا تشغيل، ثانيا الأمور الاجتماعية، ثالثا نقطة أساسية ومهمة جدا هو فك العزلة على العالم القروي والإشكالية الماء اللي حتى هي خصها واحد العمل جبار في هذا الميدان. كدورة أولى في الدورة الاستثنائية دازت كان واحد الجو ديال المسؤولية على المستوى ديال جميع الفروق السياسية، وكان اهتمام بالغ ديال السادة المستشارين ب ما يهم الجهة وما يهم التنمية ديال الجهة، وخصوصا انه هذه المرحلة ديال هذه المحطة ديال الميزانية في الحقيقة هي الآلية ديال تكريس وإنجاز المشاريع التنموية ديال الجهة. وكأول مشروع ميزانية بالطبع كي يجذب الاهتمام الخاص ديال الإخوة المستشارين،
وخصوصا انه كان هذه الميزانيه تبشر بالخير نظرا للزياده المرتقبه في الموارد من جهه، ولو انه هذه الميزانيه فيما يخص الجانب ديال التجهيز ارتكزت اساسا على تزكيات او تركيز بالنسبه للمشاريع اللي سبق البرمجه ديالها على اساس انه باقي الفائض غادي تخصص خلال الدور المستقبلي ديال مارس ان شاء الله لبرمجه مشاريع الجديده. ولمسنا ان الطموح كبير ديال جميع المستشارين للاهتمام بالبرمجه المقبله ان شاء الله والاتيان بمشاريع مدروسه وعندها جدوى لصالح الساكنه ديال الجهه ديال الدار البيضاء سطات. من بين المشاكل اللي طرحت هي قضيه الندره التعليميه في التراب تاع الجهه، كيفاش تعالجوا هذا الامر؟ قله الماء في التراب تاع قله الماء ماشي والد اليوم، قله الماء في المنطقه ديال الجهه هو مع الاسف معطى بنيوي، ومع الاسف لحد الان ما كانش واحد البرنامج متكامل اللي كياخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي والترشيدي ديال الموارد المتوفره وضمان الموارد ديال المستقبليه، لانه بلا ما كاينش حياه. وهذا مبشر خير لانه دابا كنلمس واحد الاهتمام خاص ومركز على هذا الجانب هذا، لانه كاين موارد ما كاينش غير الموارد الطبيعيه، كاين دابا موارد ديال اعاده تحليه ماء البحار وموارد واستقطاب موارد اللي كتضيع اليوم في البحر، موارد ديال الامطار اللي كتمشي مع الاسف في البحر. اذا علينا ان نفكر في بناء سدود صغرى لي باش نحافظوا على هذا الماء باش نوجهوا الحاجيات ديال الساكنه وديال التنميه بصفه عامه. كما كتعرفوا انه هذه ميزانيه اوليه ديال اول ميزانيه، يعني اول سنه، كتعرفوا انه المجلس هذه البدايه ديالو. اليوم هذه برمجه فيما يخص ميزانيه تجهيز مؤقته، وان شاء الله البرنامج يعني الحقيقيه غادي تكون من بعد في مارس ملي غادي يعني يتم الحصر ديال الحسابات الماليه ديال 2021. وهذه الميزانيه فيها تقريبا برمجنا واحد 700 مليون ديال الدرهم، غاتيها واحد 350 تقريبا اللي غادي تكون ديال البرامج وديال المشاريع اللي كانت، وفيها واحد 350 اللي هي مشاريع جديده واللي فيها اساسا تشجيع يعني المناطق الصناعيه، اقتناء العقار واحد 200 مليون ديال الدرهم، هناك الصحه واحد 50 مليون ديال الدرهم، وعندك الرياضه والتعليم. هذو برامج اوليه اللي ان شاء الله في انتظار انه التصور ديال هذا المجلس الجديد يبان ان شاء الله من الدوره ديال مارس تكون ديك الساعه واحد البرمجه اللي هي حقيقيه.